العافية. الحلقة هاي من أصعب الحلقات اللي سويتها في حياتي. إحنا الآن بنمر باحتجاجات وإضرابات في الأردن، وللأسف صار في شهداء. هل الإضرابات أو الاحتجاجات اللي بيطالب فيها الشعب حاليا في المطالب، هل هي نفسها المطالب من 30 و40 سنة أم في اختلاف فيها؟ وطريقة التعامل الحكومي أو صناع القرار مع هاي الاحتجاجات والإضرابات خلال السنين، هل في اختلاف أم نفس الشيء؟ من أجل كل الكلام اللي حكيته لازم نرجع شوي في التاريخ. اللي ما له تاريخ ما له حاضر. اليوم معنا أشهر إضرابات واحتجاجات في تاريخ الأردن. هبة نيسان في عام 1967 كان ما يعرف بالنكسة. صدر في الأردن قانون الطوارئ. قانون الطوارئ ظل مستمر من عام 1967 إلى عام 1989 أو ما يعرف بهبة نيسان. طيب شو قصة هبة نيسان؟ هبة نيسان يا سيد العزيز كانت عبارة عن انتفاضة شعبية، ومسبباتها كانت كالتالي. أول إشي انخفاض سعر الدينار نزل كثير لأنه بسبب حرب الخليج الأولى. حكومة زيد الرفاعي أيامها رفعت الأسعار بشكل جنوني. ثالث سبب مشروع تصحيح الاقتصادي اللي هو كان نصائح وإملاءات من صندوق النقد الدولي. وفي 18 نيسان من عام 1989 تجمع تقريبا 15 سواق عمومي وتاكسي خاص في ساحة، وبلشوا في المطالبة في إلغاء قرارات زيد الرفاعي. ولكن الموضوع ما وقف هون، صار في تدخل أمني فالناس تجمعت أكثر، برضو صار تدخل أمني مرة ثانية وحل أمني، فالناس زادت وزادت وزادت، وصارت المطالبات بدل أنه إلغاء قرارات زيد الرفاعي كانت المطالبة بعودة الأحزاب وإلغاء قانون الطوارئ بالإضافة لإلغاء قرارات زيد الرفاعي. وكل هذا الكلام بلش في معان، ثم انتقل إلى الكرك، ثم إلى جميع مدن الجنوب. برضو رجعت الحكومة مرة ثانية للحل الأمني واعتقلت تقريبا 300 شخص، ثم ارتقى شهداء. برضو انتقلت المظاهرات إلى جميع مدن الأردن بالإضافة إلى الجامعات الأردنية واليرموك والتكنو. وكل ما الحكومة كانت أيامها تزيد بالحل الأمني، كل ما المطالبات كانت تزيد وتزيد. في هذا الوقت كان الملك حسين الله يرحمه في موجود في أمريكا، كان في زيارة عمل. في اليوم السادس من الاحتجاجات رجع على الأردن، وفي اليوم السابع من الاحتجاجات تم إقالة زيد الرفاعي أو استقال الله أعلم، وتم تعيين زيد بن شاكر. زيد بن شاكر اللي قام بإلغاء جميع قرارات حكومة زيد الرفاعي، وبنفس الوقت بعد فترة قام الملك بإلغاء قانون الطوارئ وعودة الحياة النيابية والأحزاب. وبعد كل هالقرارات والإجراءات هديت الناس، وصار ما يعرف بهاي الاحتجاجات باسم هبة نيسان. ثورة الخبز عام 1996. في عام 1996 جاءت حكومة عبد الكريم الكبريتي، وكانت جاي بأجندة كثير واضحة اللي هي تنفيذ مسار التصحيح الاقتصادي وإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي، لأنها كانت بحاجة أنها تأخذ قرض جديد من صندوق النقد. طيب أنت ممكن تسأل حالك سؤال كثير مهم، هم ليش أصلاً بردوا على صندوق النقد؟ صندوق النقد مش هو بيجيك، أنت بتروح له بتقول له يا عمي أنا محتاج قرض، فبقول لك ماشي، بس أنت عشان تأخذ القرض هذا لازم تتقشف، لازم تشيل إيدك عن الأسعار، لازم تنفذ قراراتي، لازم تنفذ الخطة اللي عنده يحط لك إياها. فعشان ياخذوا قروض وعشان الامور تمشي وعشان البلد تمشي كانوا دائما يلتجئوا لصندوق النقد الدولي. الموضوع هيك بكل حياديه. ولكن تنفيذ القرارات هاي جدا قاسيه، وجدا خصوصا لانه الناس المتضرره او اكثر الناس متضرره هي الناس البسيطه، الناس الطفران، الناس المساكين. فلما جاءت حكومه عبد الكريم الكبريتي وكانت بدها تاخذ قرض جديد، فبلشت في تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، وبلشت في رفع الاسعار على الرز، السكر، الحليب، وأهم شيء على الخبز، وارتفع سعر كيلو الخبز ل 25 قرش. نرجع لثورة الخبز، كيف بلشت؟ بلشت يا سيد العزيز أنه في عدد من أبناء محافظة الكرك بلشوا يتجمعوا، وكانوا بيروحوا للمحافظ معترضين على القرارات اللي عملتها الحكومة عشان يوصل صوتهم للحكومة. ولكن برضو موضوع التدخل الأمني أو الحل الأمني كان حاضر، فتحولت هاي المظاهرات في الكرك برضو مرة تانية لجميع مدن الجنوب. طيب لحظة قبل ما نكمل، دائما بتلاقي المظاهرات أو الاحتجاجات بتبلش من الجنوب، كأنه يا أخي مدن الجنوب الكرك الطفيلة معان البترة العقبة، كل المدن هاي بتحسها كأنها القلب النابض للأردن. نرجع لموضوع ثورة الخبز. ثورة الخبز بعد ما انتشرت في مدن الجنوب وانتقلت لجميع مدن المملكة، ولكن صار في إشي جديد، صار في إحراق مباني، صار في تعدي على الممتلكات، صار في هجوم على البنوك. كل هاي الأحداث المتظاهرين والمحتجين كانوا يقولوا إنها بسبب مندسين، بسبب ناس كانوا موجودين مندسين كانوا هدفهم التخريب والسرقة والسطو. هون الملك مرة تانية تدخل وقام بزيارة مدن الجنوب، وبرضه طالب بضرب يد من حديد لكل الناس اللي مندسين عم تدخل في هاي المظاهرات. أقول صدرت التعليمات من باب الحيطة للضرب بيد من حديد على يد كل عاق وكل متصد للأمن وكل مثير للفتنة.
فذلك حق وواجب علينا جميعا، شعبا وحكومة وملكا قائدا أعلى للقوات المسلحة. وبرضو شيء جديد في هذه المظاهرات أنه لم يتم إقالة رئيس الوزراء اللي هو عبد الكريم الكبريتي واستمر في منصبه، ولكن كان تم تنفيذ بعض المطالبات والاحتجاجات أنه عاد سعر كيلو الخبز من 25 قرش إلى 16 قرش مع بعض الإجراءات والإصلاحات. بس عبد الكريم الكبريتي ما طول في الحكم، تقريبا قاعد سنة وشهرين وطلع من الحكومة، وهذه جميع المظاهرات والاحتجاجات عرفت بما يسمى ثورة الخبز، احتجاجات عام 2012 أو ما يعرف بهبة تشرين. في عام 2010 بدأ حوالينا إشي يسمى الربيع العربي. هون صناع القرار بلشوا يحسوا إنه الموضوع خطير. ليش؟ لأنه جميع المسببات الثورة في حوالين الأردن برضو موجودة في الأردن. ومن عام 2010 إلى عام 2012 اتغير 4 رؤساء وزراء. تخيل كل هذا عشان يحاولوا إنهم يلموا الموضوع أو يحاولوا ياخذوا غضب الشعب، لأنه بلشت المظاهرات من عام 2010 إلى عام 2012. وبعدين أجا عبد الله نسور اللي كان محسوب على المعارضة، اللي كان محسوب على العقل الواعي، اللي كانت الناس جدا جدا متفائلة في قدومه. وفي شهر 10 من عام 2012 قام عبد الله نسور أو حكومة عبد الله نسور برفع الأسعار من 14% إلى 54% على سلع كثير مهمة. طيب خلينا نأخذ وجهة نظر عبد الله نسور، ليش هيك عمل؟ عبد الله نسور أجا بقول أنا جيت على الخزينة لقيتها فاضية، كيف بدي أدفع رواتب؟ كيف بدي أعيش البلد؟ كيف بدي أحط عملة صعبة؟ فكان لازم بدي قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وكان محتاج 2 مليار. ال 2 مليار هذول عشان يعطوه اياهم لازم يرفع الاسعار، لازم يرفع ايد الحكومه عن الدعم الحكومي والاشياء هاي كلها وتحرير الاسعار والحدكي هذا كله. فما عندي اي حل عشان اصرف على البلد غير اني اخذ قرض جديد من صندوق النقد الدولي ب 2 مليار دولار. من عام 2010 الى عام 2012 بلشنا نسمع بشيء اسمه الحراك، او الناس اللي بتتحرك على الارض، أو الناس المعارضة، أو تنسيق الحراك، أو الأشياء هاي كلها. طبعاً صار إضرابات ومظاهرات واحتجاجات في كل مدن المملكة، بالإضافة لإضرابات نقابة المعلمين وإضرابات نقابة المهندسين ومهندسين الزراعيين، بالإضافة إلى عدد من النقابات. تمت انتقال المظاهرات والإضرابات إلى جميع مدن المملكة، بالإضافة طبعاً مش محتاج أحكي إنه كمان في الجنوب كان في إضرابات كثير قوية. ولكن هل تراجعت الحكومة؟ هل تراجعت عن كلامها؟ ما صار أي تراجع. المرة هاي ما صار أي تراجع، واستمر عبد الله نسور في منصبه لمدة 4 سنوات. طيب من أهم الأشياء اللي صارت في عام 2012 إنه للأسف ارتقى شهيد هو قيس العمري في المظاهرات في إربد وعمره 22 سنة. وبرضه من الأشياء اللي كانت موجودة في عام 2012 إنه المطالبات أو الشعارات تعدت كل الخطوط الحمر وصلت للديوان. بعد الشعارات اللي رفع عدد قليل من المتظاهرين، إسقاط النظام. إذا كان الهدف من هذه الشعارات التشكيك بالرعاية الهاشمية لهذه الدولة، فخليني أحكي بمنتهى الوضوح. الحكم بالنسبة لنا نحن الهاشميين لم يكن في أي يوم من الأيام مغنم نسعى إليه، وإنما مسؤولية. وهي الشغلة خلت في انقسام في الحراك، أو انقسام في اللي كانوا يعرفوا بهبة تشرين، وفي ناس منهم انسحبوا وتبرأوا من هاي الشعارات، وفي ناس منهم طلعوا خارج البلد، وفي ناس منهم اشتركوا في انتخابات مجلس النواب ودخلوا مجلس النواب. مظاهرات دور الرابع أو مظاهرات عام 2018. في عام 2018 كان رئيس الوزراء هاني الملقي. الملقي كان عنده قانون هو ضريبة الدخل، برضه من إملاءات أو من شروط صندوق النقد الدولي عشان يأخذ قرض جديد. الإشكالية هون كانت في وجهتين نظر. وجهة النظر الأولى بتقول إن أو بيحكيها حكومة هاني الملقي، بتحكي إنه يا أخي ما بصير إنه أنا ما أخذ ضريبة، يعني أنت بتدخل عليكم دخل وأنا عشان أصرف على البلد لازم يكون في ضريبة دخل. والشعب بيقول ما بتكفيكم الضريبة اللي عم تاخذوها على كل شيء، ما بكفي الضريبة اللي عم تاخذوها في الجمارك، ما بكفي كذا. فكانت في وجهتين نظر. وحاول دكتور هاني الملقي إنه يمرق قانون ضريبة الدخل، ولكن ما مر القانون على خير لا من المجلس ولا من الشارع، وهون انتفض الشارع مرة ثانية. وأيضا انطلقت المظاهرات في جميع مدن المملكة، ولكن كانت متركزة لأول مرة على الدوار الرابع عند رئاسة الوزراء، وكان عدد الناس كثير كبير. وبلشت المظاهرات من 30/5/2018 إلى 7/6/2018. 9 أيام ما نامت فيهم الأردن، 9 أيام الناس في الشارع، يعني مستحيل 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 إن الموضوع يمشي.
ونرجع مرة ثانية لدكتور هاني الملقي اللي كان يقول إذا استمرت المظاهرات وما أخذت القرض وما أقريت قانون ضريبة الدخل راح البلد تفلس. والشعب كان يقول يا أخي أنا شو دخلني أدفع قرارات غلط من عشرات الحكومات أجت وكانت تعمل قرارات غلط، أنا شو دخلني أدفع الأخطاء هاي. فكانت المظاهرات مستمرة. بعد 9 أيام تدخل الملك وأقال حكومة هاني الملقي وجاءت حكومة عمر الرزاز اللي كانت الناس برضو متفائلة فيها، ولكن بعد فترة تم إقرار قانون ضريبة الدخل، طبعا بعد تحسين وإجراءات شوية تحسينات إنه ما يضر الناس البسيطة. طيب ممكن تسأل حالك سؤال محمود، شو صار يعني؟ هل البلد فلست؟ كان في مبالغة في موضوع إفلاس البلد، ولكن برضو ما ننسى إنه تدخل الأشقاء العرب في إنقاذ الأردن، فصار ما يسمى بقمة مكة. كانت السعودية، الإمارات، الكويت ودول الخليج إنهم يعطوا الأردن ملايين الدولارات بالإضافة لوديعة مليارية في البنك المركزي الأردني لحفظ سعر الصرف الدينار الأردني. تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي قيمتها إلى 2,500,000,000 دولار أمريكي، وتتمثل حزمة المساعدات في وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة 5 سنوات. وهم بلشنا نشوف في الأردن لافتات مكتوب عليها إنه بتبرع سخي من المملكة العربية السعودية لمشروع تموي، تبرع من الإمارات. طبعا كان في تبرع لمشاريع تموية قبل 2018 ولكن زادت بعد 2018. كلمة للتاريخ، من عام 1989 لعام 2022 تقريبا المطالبات هي مطالبة جدا جدا بسيطة بدي احكي لك اياها بالعربي، تمام؟ تغيير النهج، في نهج ماشي من عام 1989 لحد اليوم. يا اخي معقول الناس عم تتبلى عليكم؟ يعني معقول القرارات اللي انتم عم تاخذوها من عام 1989 لحد الان هي صح؟ انه اذا الان تم الحل الامني او الناس كبرت عقلها وراحت على بيوتها رح ترجع تتظاهر بعد كم سنة او بعد كم شهر، لانه السبب لسه موجود والناس لسه بتعاني. يا اخي الشعب الاردني شعب والله العظيم، اي حاكم في العالم بتمنى انه يكون عنده شعب زي الشعب الاردني. انا اول مره بشوف في حياتي حكومه او قرارات حكوميه بدها الشعب يثور عليها، لكن الشعب هو اللي مكبر عقله. دائما بتلاقي الشعب واصل عند حد معين وما بتجاوزه، لانه بده بلده تكون كويسه، ما بده بلده تصير زي اي دوله حوالينا بدون ذكر اسماء. اعطي الناس امل صادق واعطيهم امل وخطه واضحه واحنا لوين رايحين. بعدين تصدقني اعمل الرغيف الخبز ان شاء الله 10 دنانير، اعمل لتر البنزين ان شاء الله 20 دينار، ولكن في خطة واضحة الناس عارفة هي وين رايحة. وابدأ بنفسك قبل ما تبدأ فيه انت كحكومة. لما اشوف انا تقول لي تقشف وانت راكب احسن السيارات، انا كيف راح امشي معاك؟ ويعطيكوا العافية والله يرحم الشهداء. الموت يلا يا اخونا الموت عوايده ياخذ الغالي، دنيانا يا ما خذت الجل خذت الشيوخ ومقاديري. الموت يلا يا هون الموت عوايده ياخذ الغالي، دنيانا يا ما خذت الجال خذت الشيوخ ومخاتيره.